تكتسب التدريبات التي تجريها قيادة الجبهة الداخلية والوزارات المختلفة في إسرائيل أهمية خاصة في عامها السابع، فإعداد الإسرائيليين للتعامل مع كل احتمالات الحرب والتشديد على الصواريخ ذات الرؤوس الكيماوية يأتي في ظل تزايد خشية تل أبيب من وصول أسلحة غير تقليدية من سوريا إلى جهات وتنظيمات تعادي إسرائيل مثل حزب الله. بالنظر إلى حجم الصواريخ الموجودة في خارج الحدود الشمالية من إسرائيل لا يمكن الاعتماد فقط على القبة الحديدية، لذا فإن هناك أهمية كبيرة لتدريب المواطنين والسلطات المحلية والوزارات. وتأتي هذه التدريبات في ظل تقارير تشير إلى هشاشة إعداد الإسرائيليين لمواجهة أخطار استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، كما أنها تظهر تقصيرا واضحا في إعداد بعض القطاعات السكانية وعلى رأسها المواطنون العرب لتلك السيناريوهات. لكن المسؤولين السياسيين والمتحدثين العسكريين يشددون على أن ما يحسم الحروب هو قوة الجيش الذي يستعد طوال الوقت لكل السيناريوهات. في نهاية الأمر حسم المعركة يتم عبر تنفيذ أو الوصول إلى عنصرين مهمين، الأول هجوم، الثاني دفاع. بالهجوم قوى جيش الدفاع تتدرب على مدار السنة بمحاكاة أو مختلف السيناريوهات وبدون توقف. بمجال الدفاع أيضا هناك تدريبات في جميع السلطات المحلية في البلاد. ومن المقرر أن تستمر تدريبات الجبهة الداخلية حتى الأربعاء وتصل إلى حد محاكاة سقوط صاروخ بعيد المدى على مبنى الكنيست. ما من شيء تغير منذ بداية هذه التدريبات عام 2007، فإسرائيل لا تزال تعد نفسها بين أكثر الدول تعرضاً لمخاطر الصواريخ، كما أن الحرب الدائرة في سوريا أضافت إلى قائمة أعدائها عدداً من التنظيمات. من الناصرة العليا، شيرين يونس، كاي نيوز،